شارك وفد مجلس النواب بعضويه سعاده النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي وسعاده النائب الدكتور هشام العشيري عضو البرلمان العربي صباح اليوم في اعمال الجلسه الخامسه للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث وذلك بمقر الامانه العامه لجامعه الدول العربيه في العاصمه المصريه القاهره واكد وفد المجلس خلال اجتماعات البرلمان العربي على الدور الكبير الذي تقوم به مملكه البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك في ظل قياده حضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مثمنا الجهود المبذوله كمساهم فاعل ومحوري في دعم وتقويه وحده الصف والموقف العربي لا سيما في ظل التحديات الراهنه على مختلف الصعد الجيوسياسيه والاقتصاديه والامنيه وغيرها